وسهلا، والصورة بتحكي ألف كلمة وكلمة. منبلش فيها ومنختم ومنقول نحن ما بقى بدنا نوقف على الكتب، ما بدنا نحط كتب ببيتنا بس زينة، إنه نحن عنا مكتبة يعني عنا، ودايرين وجهنا على الحيط، مندق راسنا بالحيط، زيح عن الحيط، في باب هون، زيح فوت بالباب، فوت على لب القلب، هالكتب اللي كلها عنا إياها. لأنه وقت اللي منبلش نقرأ ياخد الكتاب خير جنيس، بصير بس الولد يحكي، رح أقول هالقصة ونحن منحبهم كتير. المعلمة عم تسأله، نعم، اسمه كريم. قالت له كريم، إذا أنا عطيتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، كم تفاحة معك؟ أربعة، فور. كريم، رح أسألك مرة تانية، إذا أنا عطيتك تفاحة تفاحة تفاحة، كم تفاحة عندك؟ فور. عصبت شوي هالمعلمة، جايبة أعصب، شو بدي أعمل تسيرة على ما تضربني؟ قلت له رح أسألك هلا كمان، تفاحة وتفاحة وتفاحة، طلع عصب تحته يبتسم هيك إنه أنا بحبك، فور. يا الله، رجعت، بعرف بعرف إنك بتحب الفريز أو الكرز أو شيء هيك فواكه، فهمت؟ قالت له إذا أنا عطيتك كرزة وكرزة وكرزة، كم كرزة معك؟ قال لها ثلاثة. بسطت هيك عرفي ثلاثة. فإذا هلا بدي أرجع لك، تفاحة وتفاحة وتفاحة، كم تفاحة عندك؟ أربعة. قالت لازم أسأله، أنا الغلطانة. قالت لي ليش قلت لي أربعة؟ قال لها لأنه أنا معي تفاحة أمي عطيتني إياها، بصيروا أربعة. هيدا منه معاق يا أخوتي، شو ما قال شو ما حكي شو ما عمل، هيدا قوي كتير، أخذ من أمه سحب منك أمراض كتيرة، مشان هيك الأم والبي بحبوا هالولاد اللي بنسميهم معاقين أو أذوات الحاجة الخاصة مدري شو. ليه عم بيزيدوا؟ خلقة كاملة نعمة زايدة بسببنا. شو ما شفتي، الحق علي الحق علي الحق علي، الحق معي الحق معي الحق معي الحق معي، قلت حسب نحن أفكارنا ونوايينا. بتعرفوا يلي جاي أول مرة من صيدا على طرابلس؟ قال له أنا أول مرة بجي على طرابلس. كيف على طرابلس؟ كذابين منافقين بلا أخلاق، حرامية كذابين لصوص، كيف أنت هالصيدا عندك؟ قال له مثل أهل طرابلس، مش شوي هيك، لا كمان واحد تاني. قال له أنا ضيف هلا أول مرة بجي على طرابلس، بدي أسألك كيف أهل طرابلس؟ قال له هلا إذا ما رحت أكلت معنا مرتي بتعيط علي. أهل طرابلس كرمة وأوادم وحبوبين وبحبوا الضيف، وأنت يا ضيفنا لو زرتنا، أنت صاحب الدار، مشي معي. دخلك كيف أهل صيدا؟ قال له مثل أهل طرابلس. الإناء ينضح وينصح بما فيه، انتبه. فإذا ننتبه إنه هالولاد، نعم بكره بدنا نعمل لهم شيء خصوصي لإلهم على الموقع اللي بده يكون جديد، هن بيرسموا وبيكتبوا وكل شيء بيعملوا، رح فرجيكم ما رح تصدقوا شو عم بيعملوا، أشياء حلوة كثير. إيه طبعا رح أقرا لكم إياها. قال ما تجرب أبدا، هن هو صغار لل 14 عندي إياهم، حطيتهم بكتاب اسمه يس. قال ما تجرب إنك ترضي الناس، ما بدي أرضي حدا، I want to please myself، أنا بدي أرضي نفسي بس، بدي أعمل أنا اللي بحبه. هي الفطرة عندهم إياها، ما تقتلوها. شو ما قال شو ما حكي ضلني بلعب أنا وياه، وهي بيكبر شوي، 7 8 9 10 11 12 13 14، يعني صار عنده هو شخصيته لإله، ما بقى أمه أمه وبيه وبيه، عم نصير أخوة بالطريق. أهلا وسهلا إذا فيك تكون معنا أو نحن معك، وإلا طريقك، كلنا تحت هالقبة، كلنا بمملكة الله، بس كل واحد له طريقة وشريعة، كل واحد عنده كباية بتختلف عن التاني، ما نتخانق على الأواني،
نفس المعاني. هالولد كان في بنتين نسميهم سارة وسوزي ومثل ما بدكم، خلقوا توم بنات، واحدة كتير مريضة واحدة منيحة، حطوها هون بهالكوفوز، والمريضة حطوها هون. تجي هالمرضى تروح وتجي، عم بتموت هالمريضة. طيب شو أنا ما بدي أتبع نظام المستشفى، بدي أسمع ابني، هو قال لي هيك وهو مثله، بدي أسمعه. حكيته هلا مامي قعدوا هالخيات اثنين كتير بالبيت عند أمهم جوا مع بعضهم، حطيهم اثنينهم فرد بيت، شيلتها من هون وحطتها، أكيد الصورة بس تتشوفوا، وحطت إيدها هاي هون. وسارة وسوزي حاطين لزقين إيديهم على بعضهم وهيك، حست فيها لأختها، صارت تتحسن. ما كانوا السوق جوا مع بعضهم بالبيت الحقيقي برحم هالأم. قالت لهم الأطباء تعالوا لهون، هيدي كانت عم تموت، يلي صححها ابني، أنا خلفته بالبيت وهيك صار معي، وبعدين حطيته بحضني 40 يوم وما حممته ولا شي، خبرتهم شو عملت، لأنه وحدة بدوية ولدتني وبتعلم منه، بعلمني أنا وبيو. سكتوا. بس يعني إذا بتجيبوا هيك معرفة بتسكر المستشفيات، إن شاء الله تسكر كل المشافي والمقاصد والمدارس والمطاعم، ما يضل في حدا، ونسمع لهالبراءة. مشي على البيت وقال لها لأمه، مامي أنا جبت حد المية، عفاك 99، قال لها صفرة، بتشوفي اليوم عم ندرس منهم ومنتعلم، اسمها عن education schools، ما في تعليم أبدا. بتشوفي الأم والبي بس يعملوا حركات بإيديهم، خصوصي هول على التلفزيونات بيعملوا هيك وهيك وهيك، بتلاقي بشخ تحته. في فويس ثيرابي من الصوت، كولر ثيرابي من الالوان، بعدين ووكينج في راسي. انتبهوا شلونك منقول بسوريا، في طريقه بيرسموا، اعطيهم يرسموا، هو اللي عم بيرسم مثل ما بده، هاي وهاي وهاي، بيفسر عزو وهيك رسمه هو. ورح اقراه. تعجب المالك، ترى السارق يجي يسرق شي ببيته، ما لقى شي تيسرق. قال له مالك لن تجد شيئا من الدنيا، تفاجأ السارق هيك تعجب، طيب شو بتعمل انت؟ قال له انا ما عندي شي من الدنيا، اذا بدك شي من الاخره بعطيك. قال له اعطيني. قال له تعال معي. فذهبوا الى اقرب مسجد ليصلوا صلاه الفجر. تعجبوا الناس وعرفوا ان الذي مع مالك بن دينار هو رجل حرامي. قالوا له كيف قدرت تجيب هالحرامي لهون؟ قال له اجى تيسرقني سرقته. شوفوا رح نقراهم. ما اجمل الانسان الذي يتالم ولا يتكلم، يحب ولا يخون، يبكي ولا يصرخ. فليس كل إنسان مبتسم سعيد، فوراء كل ابتسام ألم شديد. الدنيا مسألة حسابية، خذ من اليوم عبرة ومن الغد خبرة، اطرح عليهم التعب والشقاء واجمع عليهم الحب والوفاء، وتوكل على رب الأرض والسماء. في الحلوين قال له ولدت رغم عني وسأموت رغم عني، لكن سأعيش كما أريد مثل ما بدك. لا تبكي على من لا يبكي عليك، وخذ قلبك بين راحتيك، ولا تجزع لحادثات الليالي، فيوم لك ويوم عليك. شكراً
لكل من سقطوا من نظري لأنهم تركوا لي المجال حتى أرى غيرهم. أشكركم كلكم اللي عم تبعتوا لي هيك مشاركة، رح أقراها بس مش مثلكم، انتوا بتقروا أحلى مني، بس بدي أشوف مين اللي بيعرفها من كل الناس يلي لبق تصدقوا أي عشابين يا أخوتي، لو ما بيحطوا دعايات ما كلنا شلناهم من زمان. أنت الماما بتروح بتسلي، البابا، حدا منا من الأوادم بيسلقوا. هل تعرفون ما هو الردب؟ الردب شوفوا أنت إذا بتعرفوها، معلومة مهمة لصحتك. تعالوا معا لنتعرف على الردب وكيفية التخلص منه. هو عبارة عن بقايا فضلات لم تخرج منذ سنوات من الجسم، وبعض الناس تبقى في أجسامهم لعشرين سنة للأسف، وتسبب في انتفاخ البطن وغازات وإمساك مزمن. ردب سمعتها أنا هالكلمة. وتسبب أحياناً بقع غامقة في الوجه لا يمكن أن تزول بكريمات الكلف أو العلاجات الجلدية، لأنها انعكاس لما في القولون من فضلات، وتنشأ في القولون بسبب تناول الطحين الأبيض والنشا والمعجنات بكثرة، فتتكون فضلات لزجة بتلصق بجدار الأمعاء وتنحدر من حولها. الفضلات العادية لا تخرج بل تزداد مع السنين، وتشكل الكثير من الأمراض في الجسم بسبب احتباس هذه السموم. بطلب منكم أنا بلبنان، من لبنان وين ما كنت، نحن منروح لعندكم، تعملوا لنا خبز خميرة طبيعية مثل من 50 سنة 100 سنة، على القليل نأمن رغيف لأولادنا يلي نحن بسببنا هيك، ولأهلنا المرضى. بدي رغيف خبز، خذوا كلوا، هذا هو جسدي. يلي جبت له رغيف أبيض للحبيب، قال لها شو عملتي؟ قالت له نزعت القشور. قال لها نزع القشور خطوة إلى القبور. بدي خبز ما في سكر، ما في خميرة اصطناعية، انتبهوا، ما في عسل، ما في دبس، سمسم كامل بتحط فيه سمسم، ايه حبة البركة، ايه بتحط زبيب، ايه بتحط زازة ولاز وكل هودي، بس بدي الخميرة الطبيعية والماما اللي عم تعجوه مش عالجينات. وقد ما حق الرغيف بأمريكا بندفع 10 دولارات على الرغيف. الردب خلطة بسيطة جدا ومهمة لتنظيف الكولون من ما يسمى، هيدا هو، ملعقة أكل من الآتي، ويجب تنظيفه من الشوائب والأحجار والأتربة وغسله جيدا. هلأ عندي إياها بالبيت وما رح أقلكم، بتجوا لعندي بعطيكم إياها، بس رح أقلكم مكونات وأنتوا فيكم تكونوا. بزر كتان، بزر خردل، بزر رشيد، كمون، ينسون، شمرة، في شمرة حلوة، في شمرة، بيبونج، زهور البنفسج، مليسة، قشر رمان حتى ما يشوفوه، والورقة اللي جوا كمان بدنا نحط طعمة مر، كلها غير مطحونة ما عدا قشر الرمان مطحون، تخلطوه كتير منيحة. مي مغلية بالليل بتغليها وبتغطي إلى عمهلك، تحط مع الأوحدة من الخلطة في كوب كبير، ويصب عليها الفجر دائما، تشرب بعد صلاة الفجر على الريق، ولا يشرب بعدها شيء لمدة ساعة فقط، بعدين بتفطر بشكل عادي. انت غلي مي وحط هولي فيه لكل كباية معلقة، كباية مي معلقة منهم، نحن 5 بالبيت، 5 فيها وروح نام. بالفجر قبل الفجر قوم اقعد على القاعد وانت كلنا بنشرب هالكباية عري شوي، بتلاقي طعمها بس معلش. سيلاحظ من يشرب هذه الخلطة انه بعد وقت الظهر سيخرج منه فضلات غريبة يابسة كأنها أحجار ولها رائحة سيئة جدا. يستمر على أخذ الخلطة 7 أيام متتالية من كانت كليته سليمة لا مشاكل فيها، أما أصحاب الكلية الضعيفة 3 أيام. أنت بتشوف جسمك ويلي بيطلعوا من جسمك بيطلعوا مثل الحجار، بس ما تخاف هني جوا بلغم، بس لما طلعوا جمعوا 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 وطلعوا حجر، جمعوا جمعوا وطلعوا حجر، من الكلى، من الطحال، من الكبد، من المبولة، المتانة، الجسم هيك وينظفوا وبيطلع. وفي الغالب بعد مرور 6 أيام نلاحظ توقف خروج مثل هذه الفضلات ويصبح الإخراج عادي. ساعتها الصبح منقوم
ومن عشية قبل ما ننام وبس نقوم من النوم، الماما والبابا والتيتا وجده وكلنا بنفوت على الحمام. وإذا عايشين بجنينة كلنا بنروح على جنينة بنفحطهم ومنطمهم. ومع الوقت هيدا هو سويد طبيعي بيصير. بنحطهم. هيك كان السويد عنا كله. كانوا أهلي ياكلوا بطاطا مطمورة اسمها وبيحطوا لها فشك بقر. أمي كان عندها سل وصحت من فشك البقر. نعم، وسبحان الله تبدأ تشعر بخفة البطن ويصغر حجمها غالباً، ولو كان الشخص عنده أي مرض روحي عين أو سحر مأكول كله يستحسن أن يقرأ في البذور الجافة أو يضيف لكوب الأعشاب عند شربه سواء قليلاً من الماء المقروء فيه. إن تصلب إيدك على وجهك، تقرأ من القرآن من الإنجيل بتقول كلام حلو، لأنه في شيء اسمه water power. حطوا water power، حطوا كباية مي هون كباية مي هون. هالكباية يقطع عمرك إن شاء الله، بدي أشربك بس ما بطيقك، أنت ما عملت فيها هيك يقطع عمرك. هيدا هو نفس الشخص، هالكباية حبيبة قلبي بشكرك بدي أشرب مني كلاتني وهيك وهيك. فحصوه، شافوا هون شكل نفناف حلو كتير، نفنافة التلج بردا وسلاما، وهون شكل هيك مثل شي بخوف. فإذا أنت بأي طاقة عم تطبخ، بأي طاقة عم تغسل الأولاد، عم بتمسح، عم تكنسي، عم تجلي، يعني بيقولوا لي كيف ليلى بتحبيها هالقد؟ ما في فرق بين ليلى ومريم وولاد ليلى وجوز ليلى، كلنا أخوة. لأن من قلبها بتشتغل، بيقولوا لها كم ساعة بتشتغلي؟ بس خلص بتروح. هي اللي بتنظف البيت وكل شيء، بتقول لي ما تجيبي اليوم انا بجي عملتها هي سويتها، ما تسوي الزريعه انا جبت هالزريعه ما تعمل. واللي بقول لها ايه بتعرفوا، بتقول لي ايه، بقول لها طناجر هو هيك هيك مش منيح، هو الطناجر احلى، بتقول لي ايه جابت احلى واغلى طناجر لتطبخ فيهم. بنفتش على الغالي بقول لهم يلي احلى عشاب، احلى بزر، احلى منروح منحش وحده من قد ما بدك، بس انت طلعي مطرح ما يكون في كلاب، ما يكون في هيك، وجيبي خبايزه. كلنا يا اخوتي تعميتن خبايزه، في واحد ما بقدر اقول لكم شو مرضه، وكلنا قلنا بدنا ندوق. قالوا لي ايه، اعطيني لقلو. بعد يومين تلفن لي، قال لي شو هاللي اللي طعميتيني اياها؟ راحت التلوله. قلت له هيدي خبايزة، بس إذا بدي أقول لك خبايزة أنت ومرتك ما رح تاكلوا خبايزة. عملتها بطريقة كأنها هندبة ليلى اللي عملتها، قالت لي نحن هيك كنا ناكل. أما لليلى بعدها بتعرف الأشياء القديمة، وربت 11-12 ولد بأوضة وحدة أما. نعم، إذا في عنا سحر أي حسد كله فيك تشيله كله بكلمات أنت بتقولها من قلبك. إذا ما بتعرف افتح كتاب معين الدين الششتي اسمه التعويذات. أسأل الله أن يمن على جميع المسلمين والمسلمات وأخوتنا والأخوات بالصحة والعافية. وقت منقول جميع المسلمين يعني أهل الفطرة، يعني كلنا إسلام الله، ما بقى نفرق أبدا. يلي عم بيعمل هالأعشاب بده يدفع كذا مليون تال FDA تسمح له يقدر يفوتهم هون وهون. هو لبناني الأصل، عاش برا بألمانيا وإجا بني بيته بإيده. روحوا على داريا كسروين اسألوا عن آغو أوغست عبده، هو اللي عم بيعمل كل هالخلطات. وما فيني أقولكم شو عم بصير، إذا بتقولوا عن حالكم ننضاف ومرتبين روحوا شوفوا المعمل عنده، إذا بتقولوا أكلاتكم طيبة كلت عنده كبة بطاطا ناية كله ناي، يا الله تذكرت كنت أمي تعملها. رح نمرقها إذا بدكم، ما بقول الكلمة يعني، بس شوفوا هون هلأ مكتوب عليه يحتوي ألوان صناعية، ومكتوب عليه ليمون طبيعي، والألوان صناعية والليمون طبيعي. اشرب، رح مرقها، هيدي دواء للغسيل، اشرب أحسن لك، وبالمرة بيقضي على الدهون. في دواء للغسيل وللجلي بشيل الدهون. لقيوا اللي عم تشربوه وهيدا الألوان اصطناعية وكل شيء طبيعي وكل شيء اصطناعي فيه، لا بقى تجيبوا أبداً أشياء بالقنينة وتشربوها.
أنا بقول هون كل المشروبات الغازية. حاكم دبي مرقة كمان أنا. حط على محطة اللي عندك هيك ساعة لله. اللي ما فيك تقوله هونيك أنا بقوله هون. بس الأمراض اللي عندك يعني كلها بهالأبراج. رح أقرأ لكم إياها بس أنا ماني شاطرة كتير، أنتو دايما أشطر. ترك أستاذ جامعي سويدي حقيبته دون رقابي وبداخلها الكمبيوتر مدري شو الذي أحزن في شيء. هيدا حرامي الذي أحزن الأستاذ لأنه الكمبيوتر يحتوي واحد حرامي سرق له الكمبيوتر. بس هالكمبيوتر بيحتوي على أبحاثه ومحاضراته خلال 10 سنين. كيف سرق لي إياها هيدا؟ هيدا أنا ما بيهمني الكمبيوتر، بيهمني هودي اللي جوا. لكنه فوجئ بأنه هالحرامي رجع لص أرسل إليه فلاش ميموري يلي فيه باليو اس بي مدري شو، بعت له إياه. سرق أنا بدي الكمبيوتر، بعت له المعلومات اللي بالكمبيوتر. بالفطرة نحن منا حرامية. أنا مش كافر، رجوع كافر. أحداث هذه القصة صارت بألمانيا تحم لص بيت حتى يسرقوا. لقى جوا في بنت عم بتربي طفلين، قاموا الطفلين معهم قرشين مصاري خرجيتهم بدهم يعطوني. بكي الحرامي وشال اللي معه وحطه وراح على الكراكون. قال لهم انا الحرامي فت لاسرق، علموني قصوني سامحوه. قام لص باستراليا بسرقه سياره مفتوحه الشبابيك، كانت عبارة عنه في هاتف جوال. فتح اللص هالهاتف لقى عليه بورنو واغتصاب أطفال، يعني الصور. بيروح على الكراكون بيقول له ليكو أنا حرامي، أنا سرقت هيدا، بس ليكو شوفي هالرجال صاحب هيدا التليفون شو عم بيعمل بهالأطفال. بيلقط الرجال عمره 46 سنة بيغتصب أطفال وبيشغلهم. قال له نحبسوني، قالوا له لا. فإذا الحرامي حرامي، بس إذا عنده كمان أخلاق وهيك انتبهوا عم بيعمل شيء، روح سلم حالك. قام لص في الولايات المتحدة الأمريكية بسرقة كاميرا من سيارة، رجع ليها. عرف إنه صاحبتها مريضة بالسرطان، عم تاخد صور لنفسها بهالكاميرا حتى تتركه من بعد ما تموت لأولادها وأحفادها وتقول لهم إنه إيه أنا بحبكم وأنا كنت حلوة وأنا كنت جميلة وضلني بحبكم وضلوا تذكروني. هلأ رح أحكي عن الضفدعة. أنا مثلكم ما كنت أكل وما كنت أعرف شو الضفادع، بس ما كنت شايفة أصلاً ضفدعة. أول مرة أكلت ضفدعة بشتورة قلت لهم أشوها، وكانت بنت خالتي جاية من أمريكا وبدهم يطعموها كمان إلي ويطعموني إلي. قالوا هاي عصافير. قلت لهم طيب بس ليش هالعصفور اجري هيك يعني مدري كيف، وين هو مخه يعني منه عصفور انا اكل عصافير. سكتي نبري، قال لي بي سكتي وسكتي. يعني بحكيكم ماشي 50 سنة واكثر 60 حبيت على هالضفدعة بس ما عرفت انها ضفدعة انه هي العصفور. مرق وقت وقالوا لنا انه هيدي ضفدعة وهيك، ومن وقتها ما دقت ضفادع صرنا. هلا عم بيدرسوا السر بالضفدعة. مهم كثير تعرفوا انه الضفدعة من اذكى الحيوانات. بتقدر تسمع ساعة البدة وتسد دنايا ساعة البدة. وانت وقت بيحكوك شغلة سد دنايك. ضفدعتين وحده ماتت والثانيه وصلت لفوق، ولي كيف وصلتي؟ تيري طرشه. صار يقولوا له موتوا موتوا موتوا، ما في امل، نقبروا نطموا بالماي، موتوا موتوا بالترابيض، افتصوا. مثل اللي وقعت بالحليب، صارت تبرم تبرم تبرم، صار الحليب لبن زبده، نطي. ولي كيف نطيتي؟ قالت ما بتسمع، هذيك ماتت. كل واحد منا خلي يشوف انه الضفدعة اذا بتشوفوا اجرينا اتنيناتهم قد ما فيكم، مش انتوا قاعدين قدام الناس حركون هون
قد ما بتقدروا، لحتى اللي بتشوفوا في أوقات بتطق هون شغلة، وقت بتطق هي لحالها مش أنتوا تفقعون، وقت هي بتطق المسارات 12 بتمشي الضفدع بتعملها. هاي رح نرجع نحطها، مع انه في وحدة سمحيني مدري منين هي بهدلتني، مسحت الارض فيي ونظفت الارض فيي مش هيك، قالت لي الارمن هني اللي بيعملوا هيك، الارمن بلا اخلاق ومدري مين بلا اخلاق وهيك وهيك، والسوري بلا اخلاق، ما في الا نحن مدري من اي بلد بالعراق نحن اللي بنفهمه مدري شو. محشش عراقي سمع الانتخابات العراقية اليوم، رح ينتخب، شايف ليفتي مرشح شعاره، ها ليفتي مرشح شعاره محافظتي اولا، محافظتي اولا، قال لا هذا زيد حرف، هذه زيد حرف، حذف الالف وصارت محفظتي اولا، وكتب تحتها كل انتخابات ومحفظتك بخير. حلوه كثير، ما تجربوا يعني، لا نحن العراقيين احلى هدول، كلنا نشترك بالنكته بالضحكه بالفهم بالعلم بالغشيم وبالفهيم. سلامة قلبك، بس بدي مرة أهنك ته. قال من غير شر، مات الوليد بن طلال فسألته ملائكة العذاب من أنت؟ أنا صاحب قنوات روتانا. فقالوا أبشر روح حياة أمك، مش رح تقدر تغمض عيونك لأنه على الروتانا كله بيرد فينا وبيرد فينا وبيحط لنا هيك وهيك. وليد بن طلال طلع علينا بمحطة وكلنا صدق، وأمك منى أنت بتعرفي، وليلى الصلح وعلي الصلح وكلكم، ما بدنا هيك، بدنا شو قالت أمك وأختك. ومشان هيك بنشكركم، ويكون في شيء محطة بهالأمة العربية بدون انحطاط.